تحية طيبة مشاهدينا الأعزاء، ألتقيكم أنا محدثتكم المحامية رشا وهب، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج القانون والمجتمع. مشاهدينا يمكنكم إرسال أي سؤال أو استفسار على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. أما اليوم سنتكلم مع ضيفنا السكرتير العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي، عضو برلمان كردستان، السيد روميو هكاري. أهلا وسهلا بك. نعم، سؤالنا الأول هو الفيصل في العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية هو الدستور، فهل لك تسليط الضوء على أهم المواد العالقة التي تتعلق بالنظام الاتحادي الفيدرالي؟ نعم، إن الدستور ليس فقط في العراق ولكن في كل دول العالم، الدستور هو الفيصل لحسم المشاكل بين الجهات أو خلينا نقول بين المؤسسات الرسمية في الدولة. ولكن بالنسبة للعراق، كون دولة العراق ليست فقط، لأن هناك أقاليم، هناك إقليم كردستان العراق وهناك دعاوي بتشكيل أقاليم أخرى مثل إقليم الأنبار وإقليم البصرة، فأكيد راح يكون هناك اشتباك قانوني أو تداخل قانوني، وبالنهاية ستكون النتيجة صعبة أن تحسمها أو يحسمها القانون أو بعض مواد أو فقرات هذا الدستور، وخاصة في دولة يحكمها أو لنقول بعبارة أخرى، هناك تأثير الجهات السياسية أو الكتل السياسية على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى أداء الحكومة. لذلك نعم، أنا برأيي لقد حدثت مشاكل كثيرة مثلا بين الإقليم والمركز، أي الحكومة الاتحادية، في ليس في الآونة الأخيرة، منذ بعد سقوط النظام 2003 بالتحديد في 2014 حدثت مشاكل، ولحد الآن نحن نسميها مشاكل عالقة ونسميها المشاكل القديمة والجديدة بين أربيل وبغداد، ولم يستطع القانون ولم يستطع حتى الدستور، وبسبب وجود فراغات قانونية، بعدم وجود مثلا المجلس الاتحادي، وكذلك بسبب حدوث شواغر في أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، قد بقت هذه المشاكل معلقة لحد هذه اللحظة. هنا إذن السؤال يكون عن المحكمة الاتحادية الغائبة الحاضرة، هي مختصة بدستورية القوانين، و فأين هي برأيك يعني من القوانين التي انتهكت، مثل قانون رفحاء الذي استثنى ضحايا الكرد، وقانون الميزانية أو الموازنة المثير للجدل؟ كيف تتعاملون أنتم في برلمان كردستان؟ أين تتجهون في مثل هذه الحالة؟ نحن برلمان كردستان ليس له سلطان على القوانين الاتحادية لنقول، ولكن هناك محاولات. نعم، هذه المشكلتين الكبيرتين القديمتين والجديدتين في نفس الوقت. مسألة قانون رفحاء، مع الأسف إن هذا القانون لم يكن في محله، ولكن بتأثير الجهات السياسية أو الأحزاب السياسية، خاصة الأحزاب الشيعية المتمكنة، هم كان لهم تأثير بإصدار أو بسن أو بإصدار هكذا قانون أو هكذا قرار، لأن كما علمنا وكما نعرف بأن سيكون هناك هدرا كبيرا من الأموال العراقية لضحايا الرفح. نحن لا نقول هم ليسوا مستحقين لهذه التعويضات، ولكن أنا برأيي في كل دول العالم وفي كل الأماكن وفي كل الأوقات، الناس المتضررين من حقهم أن يكون لهم تعويض كامل وشامل بحقهم، ولكن ليس بصيغة الراتب الشهري. وكما
نعلم بأن هؤلاء اللي نقول ضحايا هذه المسألة هم لهم الراتب الشهري من خلال هذا القانون، وفي نفس الوقت القسم الذي هم موظفين في الدولة يستلمون راتب آخر كموظف في الدولة، أي هناك رواتب مزدوجة، وهذا يكون بمثابة ثقل كبير وأزمة مالية كبيرة، وخاصة في هذه الفترة التي يمر بها العراق كدولة، العراق بأزمات مالية كبيرة أدت إلى التفكير بمسألة القروض من أجل تسديد الرواتب والنفقات والخدمات الأخرى في الحكومة العراقية. إذن أنت ما رأيك بعمل هذه المحكمة؟ أنا برأيي يجب أن يكون أنا برأيي هناك محاولات من أجل إعادة تنظيم هذه الأسماء وإعادة إعادة تنظيم الرواتب الخاصة بضحايا الرفحاح، وفي نفس الوقت هناك قانون وهناك محاولة من قبل مجلس الوزراء العراقي بأن لا تكون هناك لأي عراقي لأي شخص أن يكون له راتبين في آن واحد. أنا برأيي إذا حلت هذه المشكلة بقطع الراتبين، أي فقط الموظف إذا كان الرفحاء موظفا يستلم الراتب الوظيفي في الدولة في المؤسسة التي يعمل فيها، وإن لم يكن موظفا أكيد سوف يستلم الراتب الآخر الذي من خلال هذا القانون. ولكن بصورة عامة كانت هناك شرائح أخرى محرومة من هذه التعويضات، كمثلا هناك أكثر من 1080 مؤنفلا في كردستان العراق من الأكراد والآشوريين والقوميات الأخرى، كان يجب على هذا القانون أن يشمل هذه الضحايا المحرومين من كل تلك التعويضات لحد الآن، والقانون لم يشملهم. والقانون لم يشملهم، لا، هناك فقط الحكومة تقديم كردستان من خلال وزارة الشهداء والمؤنفلين يحاول أن يعوضهم من خلال راتب لأسر هذه الضحايا. أو ألا تعتقد بأن هذا سيشكل أيضا ثقلا على ميزانية الإقليم؟ بالتأكيد نرى المظاهرات والاحتجاجات التي حدثت قبل أشهر في إقليم كردستان في مناطق مختلفة، كلها على من أجل المطالبة بالرواتب، من أجل المطالبة بالحقوق، من أجل المطالبة بأن الموظفين أن يستلموا رواتبهم في السقف الزمني المحدد في المؤسسة التي يعمل فيها. كل هذه نعم بالتأكيد هو عبء كبير على حكومة الإقليم كردستان، وأحد المشاكل، أحد الأسباب لخلق المشاكل أو لزيادة المشاكل بين أربيل وبغداد كانت هذه المسألة. إذن عدم تطبيق الدستور بشكله الحقيقي دائما يسبب مشاكل، خاصة في الأقاليم مثلا، ونحن في العراق فقط لدينا أقليم كردستان، وربما المواطن لا يفهم هذا الموضوع بأنه عدم تطبيق يؤثر، وبالتالي يعني يتجهون إلى بعض الأمور كالمظاهرات دون أن يكون هناك إدراك بماهية الدستور ولماذا تم يعني خرق الدستور. عدد أعضاء المحكمة الاتحادية ومشروع قانون المحكمة الاتحادية سنتكلم عنه، ووجود فقهاء إسلاميين في المحكمة الاتحادية نتكلم عنه، لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل ونكمل معكم مشاهدينا. نعم نكمل معكم مشاهدينا وضيفنا السيد روميو هاكاري. بالنسبة إلى مشروع قانون المحكمة الاتحادية، هل لك من تسليط الضوء على أهم بنود مشروع قانون المحكمة الاتحادية المطروح أمام مجلس النواب للتصويت عليه، خصوصا المادة الثانية التي تتعلق بعدد أعضاء المحكمة الاتحادية حيث تتضمن وجود 4 فقهاء إسلاميين ليسوا قضاة، فما علاقة الفقه في القضايا الدستورية برأيكم؟
هي أساس تكوين المحكمة الاتحادية، تتكون من قضاة زائدا خبراء الفقه وخبراء القانون. ولكن المحاولة التي قامت بها الأحزاب السياسية المتنفذة بإقحام محاولة إقحام المحكمة الاتحادية بجلب فقهاء عن الدين، الخبراء خلينا نقول عن الدين الإسلامي، هذا قد أحدث ضجة كبيرة، وهناك عدم الرضا، وهناك هناك معارضات كبيرة ومؤتمرات وكونفرنسات من قبل المنظمات المجتمع المدني والمتظاهرين وعدة نقابات في خاصة في بغداد يطالبون بعدم إقحام المحكمة الدستورية بفقهاء الشريعة لنقول. خوفهم هو بأن هذه الفقهاء سوف هم من الشيعة والسنة، من المذهبين الشيعي والسني، ومن يختارهم؟ الأحزاب السياسية. يعني السياسة تدخل بالمحكمة الاتحادية، هذا هو الخوف وهذا هو السبب عدم الرضي. كذلك هناك مخاوف من قبل ممثلي المكونات خاصة الغير المسلمة من لنقول من المكون المسيحي الكلدانس الكلدواشورين بأن هناك عدة مواد في دستور العراق بأن لا تكون هناك الفرق أو التمييز بين أو يقول العراقيون متساوون أمام القانون، ولن يكون هناك تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو المذهب إلى آخره. ولذلك إذا زيدوا أربع فقهاء من الشريعة الإسلامية بالتأكيد لن يكون هناك ممثلا لهذا المكون الأصيل وهو المكون المسيحي، بالتأكيد ستكون هناك مخاوف على مستقبلهم بالأخص من الناحية الدينية والاجتماعية في المجتمع العراقي. وهناك خبراء القانون أو حتى خبراء قسم خبراء الشريعة يقولون بأن مثلا حتى لو جابوا هؤلاء مثلا خبراء القانون يكونون من أساتذة الجامعات الذين يدرسون القانون أو يدرسون القضاء لنقول. وكذلك بالنسبة للفقهاء أو الخبراء ليكونوا أساتذة كليات الشريعة مثلا، من أجل تبديد هذا الخوف وهذا. وحتى بالنسبة لإقليم كردستان أنا برأيي هناك خطر وهناك خوف على مستقبل حسم المسائل، يعني المحكمة الدستورية بشكلها الآني لن تستطيع حسم المشاكل كما تفضلت بعدم تكملة نصاب عدد أعضاء المحكمة، إضافة إلى المشاكل التي حدثت ولا زالت مستمرة. لذلك هناك أنا قبل المجيء إلى هنا رأيت بيانا يطالب الأحزاب بالتوقيع على مذكرة بعدم السماح لي بإقحام المشرعين أو مشرعي الفقه الإسلامي الذين يختارونهم الأحزاب السياسية بل بصيغة أخرى. يعني إذن المشكلة هنا يعني أو التخوف هو من اختيار أو من شخصية هؤلاء الفقهاء وليس من المضمون بشكل عام، لأنهم ممكن أن يكونوا تابعين لأحزاب فبالتالي ستكون القرارات السياسية أكثر منها أن تكون دينية. هي لنقول هي سياسية وهي دينية بالتأكيد. الخبير أو لنقول العضو الفقهي المختص بالفقه الإسلامي يستطيع أن يكون معارض، وهم يطالبون بأن يكون لهم حق التصويت في هذا، أي لأن هناك مادة في دستور العراق الدائم يقول إن الشعب العراقي
غالبية الشعب العراقي من المسلمين، ويجب تطبيق شريعة الإسلام، بالرغم من أن هناك فقرة الأولى أن لا يكون أي قانون أو تشريع ضد الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وثانيا ضد الديمقراطية، وأن يكون ضد المبادئ الأساسية أو الحقوق الأساسية الموجودة في هذا الدستور. ولكن أنا برأيي سيكون هناك خللا، ولن تستطيع المحكمة الدستورية بمزاولة عملها لعراق أو لعراق صاحب الدستور علماني أو صاحب الدستور اللي نقول ديمقراطي في المستقبل. هنا يعني يخطر في بالي سؤال، هو برأيك ما هي الطريقة المثلى إذن لتعيين هؤلاء ليكونوا أو لتكون قراراتهم مستقلة وبعيدة عن السياسة وبعيدة حتى عن الدين؟ أنا برأيي أن لماذا أحدثوا هذه الضجة في المحكمة الدستورية إن لم تكن لديهم نية من الممكن لا نعرفها أو من الممكن نعرف بعض أسبابها. والعراق مليء بالمشاكل، والعراق نرى هناك عدة قوانين، مثلا قانون النفط والغاز لحد الآن مجلس النواب العراقي لم يستطع أن يناقشه وأن يقره هذا القانون المهم، الذي أيضا أحدث مشاكل جمة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية. لذلك أنا برأيي يجب أن تكون هناك بصيغة جديدة لاختيار الأعضاء الأخرى لتكملة نصاب المحكمة الاتحادية، ولكن ليس بفرض أناس هم يريدونه أن يكونوا في هذه المحكمة. نعم، قانون أو المادة 120 من الدستور العراقي نصت على يقوم الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على أن لا يتعارض مع الدستور الفيدرالي. طبعا أين وصلت مراحل مشروع دستور إقليم كردستان وما هي أهم أبوابه؟ مشروع دستور إقليم كردستان العراق تم البدء بكتابته منذ عام 2005، وتم إنجاز كمشروع نهايات عام 2006، وأقرته برلمان إقليم كردستان، ولكن بقي مسألة الاستفتاء الشعبي عليه. لحد الآن لم يستفتي شعب إقليم كردستان على هذا الدستور، ولأسباب مختلفة كانت هناك آراء أن لا يكون لنا دستور إلا بعد حسم مسألة كركوك التابعة أو حسم مسألة المادة 140 من دستور العراق الدائم المتعلق خاصة بالمناطق المتنازع عليها، وخاصة مسألة مدينة كركوك. يجب معرفة مصير موقع محافظة كركوك، هل ستكون تابعة لإقليم كردستان أو تبقى كما هي للحكومة المركزية. وهناك لا ننسى من الممكن بعض المشاكل أو غير تفاهمات، عدم التفاهم بين الأحزاب السياسية أدى إلى تأخير هذا الشيء، وهناك أيضا مشاكل بين الإقليم وبغداد كان لهم دور سلبي في تأخير هذا الدستور. ولكن هناك محاولات في هذه الدورة أي الدورة الخامسة أن نبدأ بإعادة كتابة المواد التي نراها ضروريا أن تدخل ضمن إطار هذا الدستور. مثلاً نتمنى أن يكون هناك. مثلاً ما هي أهم المواد أو ما هي أهم البنود التي تقوم بها؟ البنود هي المشاكل، بالأخص المشاكل بين إربيل وبغداد، مسألة النفط، مسألة ننتظر إقرار قانون، ليس لدينا على مستوى العراق قانون النفط والغاز لحد الآن، فيجب على مجلس النواب العراقي أن يستعجل بهذا الشيء، لأنه هو السبب الرئيسي لكل المشاكل المتعلقة بين أربيل وبغداد، أكثريتها هي مسألة الموارد أو الاستحقاقات المالية التابعة إلى
أبناء الإقليم من الرواتب والخدمات ولنقول رواتب قوات البيشمركة إلى آخره. لذلك نحن برأينا إذا تم إنجاز هذا القانون، قانون النفط والغاز، من قبل مجلس النواب العراقي، سوف القانون سيكون برضا كل الأطراف. لا ننسى الإقليم، التحالف الكردستاني هناك وممثلي المكونات بالتأكيد سيكون لهم دور في أن ينجزوا قانونا يكون لصالح كل العراقيين، أي الإقليم أو الحكومة المركزية، وبالتالي للشعب العراقي في العراق وفي إقليم كردستان. في دستور إقليم كردستان أنا برأيي خاصة للمكونات، كانت هناك مواد تتحدث عن حقوقهم وبناء مستقبل آمن لهم بالصورة التي هم يريدوها، بالصورة التي هم طالبوا بها. مثلا في المادة 35 هناك الحقوق القومية والثقافية والإدارية لأبناء المكون الكلداني السرياني الأشوري والتركمان والعرب والأرمن بما فيها الحكم الذاتي. طبعا هذا الشيء هو شيء ليس فقط جيد، وإنما لأول مرة في تاريخ دول المنطقة في الشرق الأوسط أن يكون هناك هذا الحق أو هذه الحقوق لبعض القوميات الغير العربية لنقول وغير الكردية للمرة الأولى. لذلك نحن نرى كالشعب الكلداني السرياني الأشوري بأنه هو إنجاز كبير بالنسبة لنا لحقوقنا، لضمان حقوقنا ولحفاظ حقوقنا في هذا الدستور. وكذلك كانت هناك فرق كبير شاسع بين الدستورين، دستور إقليم كردستان ودستور العراق الدائم بالنسبة لحقوق المكونات الأخرى. يعني إذا تعتقد بأن المكونات تشعر ربما بأن حقوقها موجودة أكثر في الدستور أو في مشروع دستور إقليم كردستان أكثر منه في الدستور الاتحادي؟ بالضبط بالضبط. نحن الكلدان السريان الأشور اللي نقول يسموننا المكون المسيحي في الحكومة الاتحادية، مسألة الوحدة القومية لم نستطع الحفاظ على 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 أن تدرج الاسم من نحن، لأن لنا مشاكل كبيرة منذ عشرات السنين. من نحن بصراحة؟ هناك في بغداد يقولون أنتم الأشوريين والكلدان، في بعض المناطق يقولون أنتم المسيحيين. يعني هناك لنقول وصفات لن نحبذها بصراحة. ولكن في دستور إقليم كردستان تم معالجة هذه المسألة بالصيغة التي نحن طالبنا بها، فهذا هو الفرق. ومسألة الحقوق ومسألة هناك قوانين خاصة سنها برلمان إقليم كردستان، مثلا قانون 5 رقم 5/2015 الخاص بحماية حقوق المكونات في إقليم كردستان، وهناك قرارات أخرى قررت من قبل الحكومة والرئاسة في إقليم كردستان بأن يحافظوا على حقوق وأملاك المكونات. كل هذه الأشياء ليست موجودة في 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 إطار، لم تدخل إطار دستور العراق الدائم. لذلك هناك فرق كبير بين هذين الدستورين. إذن هنا يجب أن نقول، يعني يجب أن يتم حتى اختيار الألفاظ واختيار الكلمات بشكلها كما هي، كما يجب أن تكون من قبل الشعب، وليس فقط مجرد أن نقوم بوضع كلمات لنغطي الدستور أو لنغطي أو لنضع أو نعطي الصبغة الديمقراطية أو الصبغة التي تبين بأن جميع المكونات في هذا الدستور. سنتوقف مع فاصل آخر ونعود معكم. فاصل ونعود. نعود معكم مشاهدينا. نعم، أنت تكلمت عن بعض الخروقات أو بعض النقص في التشريع حتى. إذن ما كيف ترى الخروقات أو خروقات الدستور من قبل الحكومة الاتحادية؟ أنا برأيي المشكلة الأكثر معقدة هي مسألة
هي مسألة العقلية بصراحة. هناك لحد الآن أكثرية من حكموا العراق منذ تأسيس دولة العراقية مرورا بالنظام الدكتاتوري وإلى يومنا هذا هناك من يحكمون العراق من هم مسؤولون ومن يعتقدون بأن لطبقات لكل قومية لها طبقتها الخاصة بها، الطبقة العليا والطبقة السفلى، بالرغم من وجود دستور يشرح ويوصف بكل مكونات الشعب العراقي من العرب من العرب بشقيه الشيعي والسني والأكراد وكذلك الكلدان السريان الأشوريين المسيحيين والتركمان والصابئة المندائين وبقية المذاهب الكثيرة الموجودة بين أطياف الشعب العراقي، ولكن المشكلة هناك انتقاء في تنفيذ بعض المواد الدستورية. مثلا إذا كان عندما تخلق مشكلة بين الإقليم وبين بغداد يحاولون تغيير بالمجيء بتفسير مغاير لما هو موجود في تلك المادة الدستورية، لذلك تحدث المشاكل وتبقى المشاكل وتبقى عالقة لعشرات السنين كما حدثت بين الإقليم بين الطرفين لعدة مسائل. ومسألة الصلاحيات هناك موجودة بصراحة، هناك الخلل في مجلس الاتحاد أو لنقول مجلس التشريع. المجلس التشريعي هي مكونة من مجلس الاتحاد اللي ما عدنا لحد اللحظة بالعراق ما موجودة، زائدا مجلس النواب هم السلطة التشريعية الكاملة، ومرات تحاول الحكومة المركزية أن تفرض سلطاتها على سلطات الإقليم أو مجلس النواب، ولكن في الدستور العراقي مجلس الاتحاد مثلا سلطاتها على مجلس النواب سلطاتها على رقابة الحكومة وقوانينها وأدائها والوزراء كاملة، ولكن ليس لها سلطان على مثلا مراقبة حكومة إقليم كردستان أو إقليم كردستان بكافة مؤسساته. لذلك يجب أن يكون هناك اتفاقا لتأسيس هذا المجلس من أجل التقليل من هذه المشاكل وعدم حدوث مشاكل أخرى في المستقبل بين أطياف الشعب العراقي أو بين الحكومتين أو بين العاصمتين بغداد وأربيل. وللأسف هذا المجلس يعني لم يتم تشريعه لحد الآن، وربما هي أسباب سياسية وربما قالوا أسباب أخرى. في أنا أتذكر منذ كتاب الدستور العراق 2005 كانت هناك مادة، هذه المادة قالوا نحن لسنا بحاجة لهذه المادة. والمسؤول الأول المجلس، مجلس النواب المسؤول هو المجلس الدورة الأولى هي مسؤولة عن هذا، وكانوا هناك حجج بأنها تزيد من مشاكل مالية للعراق من الرواتب من انتخابات لانتخاب أعضاء هذا المجلس، كل هذه المسائل. ولكن بعد هذه المشاكل العالقة والعويصة بصراحة بين أربيل وبغداد هناك تفكير جدي بأن بالرجوع إلى تأسيس هذا المجلس، لأن هذا المجلس سيكون له ليس فقط أعضاء من الدولة العراقية من الحكومة الاتحادية، ولكن من جميع الأقاليم إقليم كردستان والأقاليم الأخرى التي من الممكن في المستقبل تنشأ في العراق، يكون له سلطانا على كل هذه على المركز والأقاليم، لأن سوف يكون هناك ممثلين من الأقاليم ومن المركز ومن المحافظات الأخرى الغير مرتبطة بإقليم في هذا المجلس، وحينها من الممكن أن تحل الكثير من الإشكاليات. بالتأكيد. نعم سيد روميو هكاري السكرتير العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي عضو برلمان كردستان، شكرا لك وشكرا على هذه الإجابات وهذه التوضيحات. شكرا لكم. مشاهدينا إلى هنا ننهي حلقتنا، شكرا لضيفنا وشكرا لكل المتابعين، مع السلامة.